بداية تحياتي إليك وإلى السادة المشاهدين عبر قناتكم. للأسف يعني هذه التوترات المستمرة والمتصاعدة تنذر بربما مواجهات عسكرية، رغم أن الأطراف الدولية والاتحاد الأوروبي تحديدا يحاولوا منع هذه الأمور من الوصول إلى مواجهات عسكرية. ولكن لو قسم التحركات التركية أو السياسة التركية هي تعتمد بشكل كبير على فكرة التهديدات واستعمال لغة القوة وتحريك البوارج وتحريك السفن التنقيب تغليبا على لغة الدبلوماسية، يعني إذا الخطر أو الرهان على المسار الدبلوماسي محفوف بمخاطر كبيرة قد لا ينجح، لأن في الأساس لا تعتمد أو تغلب هذا المسار منذ البداية، يغلب على الأمر التهديدات العسكرية التي قد تندلع في أي لحظة في الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة. طيب يعني هل تروا بأن الطرفين قادران على يعني تحمل تكلفة هذه المواجهة العسكرية، خاصة تركيا التي تشهد هنا انهيار اقتصادي؟ يعني هو للأسف الانهيار الاقتصادي في الداخل والتراجع الشعبية في الداخل وحسابات الرئيس التركي وربما حسابات جماعة الإخوان بشكل عام أو النمط الذي يعتمدون عليه قد يدفع الرئيس إلى المغامرة بمثل هذه الحرب، لأن هذه الحرب تعني أن سيجري من الكثير من التعديلات الداخلية وسيبقى في السلطة إلى فترة ما مراهنا على ما سيجني من هذه الأمور. لكن وصولا إلى ما وصلت إليه الأوضاع الداخلية في تركيا الآن، لو استقرت الأمور أو وقفت عند هذا الحد فهو يعلم أن شعبيته تراجعت، الاقتصاد تراجع، يعلم ان مستقبله ومستقبل حزبه سياسيا لم يعد له اي رصيد في الشارع وسيكون خارج المشهد في الانتخابات المقبله، لذا سيراهن على استعمال القوه في الحصول على ما يسعى اليه من مكاسب اقتصاديه ليعيد بوصله الاقتصاد مره اخرى، او انه سيراهن على الدخول في ربما في حرب عسكريه سيستمر معها ايضا في الشارع. لكن هنا يعني بخصوص المواجهة العسكرية هذه تعتبر مخاطرة لتركيا، بالتالي هنا دعوات للدخول وإجراء محادثات لحل الخلافات بشأن هنا ما يتم في المتوسط، هل يمكن لتركيا أن تبعد نقطة المواجهات وتتجه إلى الحل والحوار؟ يعني دائما رهان المجتمع الدولي او المنطقة المتوسط الجماعي يراهن على مسألة الحل، ولكن هل تركيا ترضى بنتائج هذا المسار السياسي؟ هو السؤال. يعني هل اذا جلست مع لبنان او مع الاتحاد الاوروبي وتم التوصل الى مسارات سياسية، هل سترضخ لهذه المسارات او ستكون يعني متفاوض جيد ام انها تتفاوض من اجل ان تحصل على ما تريده؟ للأسف تركيا في كل مفاوضاتها أو كل المسارات السياسية هي تريد أن تتفاوض إذا تفاوضت من أجل أن تحصل على ما تريده هو وليس على ما يجب أن يكون من خلال المفاوضات. هذه هي النقطة الأساسية التي لن يتم التوصل بين أنقرة وأثينا إلى أي توافق بسبب هذه النقطة تحديدا، ولكن الاتحاد الأوروبي يعني بإعلانه أنه يستند اليونان ويستند قبرص ربما يمثل تهديدا آخر أو يمثل يعني احد العوامل الواقفه امام مغامره تركيا بهذه المناوره العسكريه مع اليونان، لان الامر لو اقتصر على اليونان وتركيا فهو محسوم، لانه لا يغفل موقف الاتحاد الاوروبي واستصواب بعض الدول من الاتحاد الاوروبي بشكل قاطع الى جانب اليونان وقبرص. نعم، اشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. ضيفي من القاهره السيد محمد حميده، الصحفي والباحث في الشؤون العربيه.